الآن مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من محور مخمور المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول. سيد العميد، أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. نبدأ من بدء الصفحة الخامسة لقوات الحشد الشعبي في معركتهم لتحرير الموصل. هل لديك أي معلومات عن ملامح هذه الصفحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. اليوم على بركة الله سبحانه وتعالى انطلق الأبطال في قوات الحشد الشعبي بالمرحلة الخامسة بعملية قادمون يا نينوى، حيث كان تقدم كبير لأبطالنا في هذه المرحلة بعد أن تم السيطرة على الهدف المهم والاستراتيجي وهو مطار تل عفر، وأصبح تحت سيطرة أبطالنا في قوات الحشد الشعبي، حيث استطاع اليوم أبطالنا في قوات الحشد الشعبي من تحرير عدد من القرى، ومن أهم هذه القرى هي سمير الصغيرة وسمير الكبيرة وأم هجير السفلى وخضير والتفاحة وأبو الخيلة ومجيد العمر. لا زالت القطاعات وقواتنا في الحشد الشعبي مستمرة بتقدمها باتجاه أهدافها التي تم التخطيط لها من قبل قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع قوات الحشد الشعبي البطل. سيادة العميد، هناك أنباء تتحدث عن ربما تباطؤ العمليات في الساحل الأيمن، ما دقة هذه المعلومات؟ يعني إذا أمكن السؤال، يعني صوت غير واضح. نعم، كنت سألتك سيد العميد، هناك أنباء تتحدث عن أن المحور الأيمن من الموصل يشهد تباطؤا في يعني مسرى هذه العمليات العسكرية، ما دقة هذه المعلومات؟ لا، حقيقة القطاعات في جميع المحاور، قطاعاتنا المشتركة تتقدم وفق ما تم التخطيط إلا في قيادة العمليات المشتركة وفق التوقيت الزمني الدقيق. أبطالنا في المحور الجنوبي الغربي أبطال قوات الشرطة الاتحادية البطلة، بعد أن حرروا العشرات من القرى وتحرير ناحية الشورى وناحية حمام العليل، اندفعت القطاعات وسيطرت على قرية العذبة التي تقع جنوب هضبة البوسيف، وأبطالنا مستمرين بعملية تجريد عناصر التنظيم الإرهابي من خلال ضربات موفقة من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وأيضا طائرات التحالف الدولي. العملية مستمرة والتوقيت طيب. دقيق. لا سيما أن قطاعاتنا الآن في المحور الشرقي والجنوبي الشرقي قوات جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا قوات الفرقة التاسعة واللواء الثالث من الفرقة الأولى من الجيش العراقي تسيطر على أكثر من 20 حي داخل الساحل الأيسر. سيد العميد، وأنت تذكر الجهد الجوي العراقي، استمعنا قبل قليل إلى أحد الطيارين العراقيين الذي قال بأن هناك صعوبة تواجههم في تمييز العدو من المدني، خصوصا بعد قرار إبقاء المدنيين في بيوتهم، كيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟ يعني حقيقة هذا من التحديات الكبيرة التي هي أمام القطاعات في عملية التحرير وفي المناطق والأحياء التي لا زال يتواجد فيها أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء واللي يتخذهم عناصر التنظيم الإرهابي كرهائن. قطاعاتنا البطلة كقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقطاعات الجيش العراقي تتعامل بدقة وبحرفية وبأسلحة دقيقة، أيضا القوة الجوية وطيران الجيش العراقي حقيقة يتم استهداف العجلات المفخخة وتواجد عناصر التنظيم الإرهابي بعد أن يتم سحب هذه العجلات والتجمعات بأماكن بعيدة عن المواطنين. هذه التوصيات وتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم والسيد قائد عمليات قادمون يا نينوى هي ضرورة أن نحافظ على أرواح المواطنين وأن نحافظ على البنى التحتية. نعم. لهذا التقدم يجري بخطة وتوقيت زمني دقيق وبحذر. سيد العميد، والأجواء التي تحيط بكم الآن من أرض المعركة باردة جدا وأعداد النازحين أيضا في ازدياد، كيف تتعاملون أيضا مع هذه المشكلة؟ يعني حقيقة اليوم كنا في زيارة مع السيد قائد عمليات قادمون يا نينوى وتجولنا في عدد من محاور، ومن أهم هذه المحاور هو محور الزاب لقطاعاتنا في الفرقة التاسعة. رغم كل هذه الظروف والجوية والبرد القارس، لكن نرى أن أبطالنا يتمتعون بروح معنوية عالية، لا يهمنا هذا يعني حقيقة هذا الجو وأوضاع النازحين. سيادة العميد، أنه تم توفير كل متطلبات. نعم، أوضاع النازحين في هذه الأجواء الباردة جدا. نعم 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 صحيح، يعني موضوع النازحين مهم جدا. لدينا حقيقة كقوات مسلحة عراقية وقطاعات مشتركة نحن نتقاسم كل شيء مع النازحين،
وعملية إنقاذهم ونقلهم إلى مناطق آمنة. وأيضا هناك حقيقة جهود من الوزارات المختصة وأيضا من المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية بتوفير كل متطلبات النازحين. لكن حقيقة أنا يعني أتمنى على المنظمات والدولية والإنسانية بضرورة تقديم الدعم الكبير للنازحين، لا سيما وأن نمر بأجواء برد قاسية وقارصة، رغم أنه واضح سيادة الوزارات المختصة هيئت كل المستلزمات، لكن لازلنا نحتاج. شكرا جزيلا، كنت معي من محور مخمور المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول.